سلماني بثمن العبد يغروك وها قد بعتني لماذا جئت يا صاحب كي تسلمني بثمن العبد يغروك وها قد بعتني في قانا الجليل وإشباع الجموع حين باركت القليل أنسيت العرس في قانا الجليل وإشباع الجموع حين باركت القليل باسمي خضعت لك شياطين كل هذا لم تذكره يا صاحب أبي قبلة الحبيب وتحية القريب أبي قبلة الحبيب نسيت من مشى فوق المياه وكيف جال يبرئ كل من طلب شفاء نسيت من مشى فوق المياه وكيف جال يبرئ كل من طلب شفاء ولعازر كيف خرج من مثواه كل هذا لم تذكره يا صاحب أبي قبلة الحبيب صاحب أبي قبلة